السابعة بتوقيت العاصمة، مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين: قتلان وثلاثة جرحى من ميليشيات الكرامة ببنغازي، وتدمير أحد معالم المدينة جراء قصف الميليشيات. مجرم الحرب حفتر يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة غير معلنة، ويلتقي عددا من المسؤولين الأمريكيين. ديوان المحاسبة يكشف عن حجم فساد الرئاسي المقترح في نفقاته الطائلة، ويقول بأن مصروفاته تتعدى أعضائه وموظفيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قتل عنصران من ميليشيات مجرم الحرب حفتر الخميس بمحور وسط البلاد شمال بنغازي حسب مصدر من المدينة. المصدر أكد لقناة التناصح أن ثلاثة آخرين من ميليشيات ما يعرف بالكرامة جرحوا بذات المحور إثر إصابتهم بشظايا قذيفة دبابة انفجرت حين إطلاقها. يأتي هذا في وقت تحشد فيه ميليشيات حفتر عناصرها وآلياتها بمحيط محور وسط البلاد، تكثف قصفها بالمدفعية الثقيلة والأسلحة على المنطقة. هذا وتواصل ميليشيات الكرامة بمدينة بنغازي تدميرها لمعالم المدينة والواقعة بمنطقة وسط البلاد. مصدر للتناصح من ثوار مدينة بنغازي أفاد بأن قصف الأربعاء أدى إلى تدمير مبنى عمارة السفينة بالكامل وتسويته بالأرض في محور وسط المدينة. وأضاف المصدر أن ميليشيات ما يسمى الكرامة مستمرة في تحشيدها لمحاولة اقتحام المنطقة. الله أكبر، صاحك الله أكبر. طالبت ميليشيات الكرامة على لسان متحدثها أحمد المسماري من سكان المناطق القريبة من حي الصبري الخروج من منازلهم دون تحديد وجهة لهم، محملة إياهم مسؤولية بقائهم في منازلهم حتى لا يستغلوا في عرقلة ما اسماها تقدم القوات المسلحة. موضوع أخلاء الصبري، نعود للعملية العسكرية الآن. الصبري نحن طلبنا إخلاء منطقة زراعية والثامة والمناطق المحاذية في واجهة العمليات حتى لا تستغل كدروع بشرية. هناك قنوات فضائية تمارس التضليل والكذب، وهي من ضيعت من قتلوا في قنفودة والقوارشة، الآن تضخ في معلومات على تحث السكان على البقاء. نحن بالإعلان السابق والذي أكرره الآن بالإخلاء، يعني الإخلاء لضرورة العمليات العسكرية، واحد. اثنين، للمحافظة على سلامة أرواح المواطنين وأملاكهم. ثلاثة، حتى لا يستغل هؤلاء السكان كدروع بشرية أو كسد أول للدفاع ضد تقدم القوات المسلحة وعرقلة تقدم القوات المسلحة. وتوجه المسماري بالقول للعائلة القاطنة في محيط وسط البلاد أن الخروج لن يكون طويلا، واصفا بقائهم في بيوتهم بالرضا على أن يكونوا دروعا بشرية، مشيرا لإنهاء أحداث قنفودة بحرفية عالية وفق زعمه. وعليه نعيد ذلك المناطق التي حددناها في المرة السابقة المواجهة لمحور الصابري وسوق الحوت، السكان عليهم الخروج ولن يكون الخروج طويلا بإذن الله، فترة قصيرة جدا وسيعودون. إذا بقوا فهم اختاروا ذلك طواعية، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية الدروع البشرية، تطوعوا لهذا العمل أن يكونوا دروعا بشرية للإرهابيين، فعليهم هم وتقع عليهم هم فقط مسؤولية ما يحدث لهم
من جراء الاشتباكات ومن جراء القصف المتبادل ما بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية في تلك المنطقة. وبالتالي عليهم عدم الاستماع للتضليل الإعلامي الذي يمارس في القنوات الفضائية والتي تقول أن سكان المناطق يرفضون الخروج وكذا وكذا. نحن نقوم بإخراجهم من أجل سلامتهم وليس من أجل تهجيرهم مثل ما يقال. وهم هذه القنوات لا تريد خروج هذه العائلات حتى تستغل كحجة قانونية ضد القوات المسلحة مثل ما حصل في قنفودة. ولكن أنهينا العملية باحترافية عالية وقمنا بإخراج كافة العائلات وقمنا بإخراج كافة المعتزلين بدون خسائر تذكر في هذا الجانب. كذلك ستستمر المعركة سواء بالعائلات أو بدون عائلات حتى يستمر تقدم القوات حسب الخطة المدروسة، ولكن على المواطنين الالتزام بهذا البلاغ حتى لا يكونوا عرضة للنيران المعادية أو النيران الصديقة، لا يكونوا عرضة لكونهم يكونوا دروع بشرية. وصل مجرم الحرب حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة غير معلنة بحسب ما نقلته مصادر صحفية عن دبلوماسي مصري. بحسب ما تتناقله الصحف والمصادر الإعلامية فإن مجرم الحرب حفتر سيقابل كبار المسؤولين المصريين في زيارته. رجحت المصادر أن يلتقي قائد ما يعرف بالكرامة في زيارته مسؤولين دوليين بينهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس. في درنا هدد أمر غرفة عمليات المختار التابعة لميليشيات الكرامة سالم الرفادي بقطع كل الموارد من غذاء ودواء ووقود عن أهالي المدينة. تحدث الرفادي في تصريح صوتي بثته إذاعة طبرق عن ما قامت به ميليشياته من قصف بالطيران وتدمير للمدينة على ساكنها بحجة محاربة الإرهاب، مضيفا أنه لا حوار إلا بلغة الرصاص بحسب تعبيره. بالأمس وأول أمس واليوم صباحا تم ضرب أكثر من 5 أهداف حيوية. تم ضرب مستشفى ميداني للإرهابيين، تم ضرب معسكر للإرهابيين، تم ضرب منصة صواريخ للإرهابيين، تم ضرب عدة أليات مسلحة للإرهابيين. نحن الآن جاهزون قادرون على التقدم. سوف نغلق كل شيء سوف نقوم بإغلاقه. الآن الغاز والوقود والمواد الغذائية والأدوية وكل شيء يدخل لمدينة درنة، ولكن في لحظة ما سوف نغلق كل شيء. هذا واستنكر العميد يحيى أسطى عمر مسؤول الملف الأمني بمدينة درنا ما جاء على لسان أمير غرفة عمليات المختار سالم الرفادي تابع لميليشيات الكرامة بشأن منع الميليشيات لدخول المواد الغذائية والأدوية للمدينة. أسطى عمر في تصريح خاص بقناة التناصح أكد أن المدينة لا زالت تعاني في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الكرامة، موضحا أن أهالي درنا مع الحوار وضد الاقتتال مع المدن المجاورة وأنهم ملتزمون بنطاق المدينة الإداري. في الجنوب الليبي قال عضو مجلس حكماء وعيان قبيلة التبو محمد صندو إن الهدنة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان لا زالت مستمرة، مؤكدا أن الوضع في مدينة سبها مستقر جدا. صندو في تصريح صحفي لا أضاف أن الحركة في سبها عادت إلى طبيعتها، نفيا في الوقت ذاته وجود أي اختراقات، مؤكدا تواصل لجان المصالحة بشكل مستمر لصنع سلام دائم بين القبيلتين. وجد ديوان المحاسبة الليبي مبالغة ومخالفات لدى المجلس الرئاسي المقترح عند التصرف بالأموال للحصول على خدمات السفر والإقامة. وأكد الديوان أن الرئاسي لم يتقيد بمخصص مالي محدد ولم يراعي الضوابط القانونية التي تحكم الانفاق. الديوان في تقريره المالي عن عام 2016 أضاف أن خدمات السفر والإقامة قد تعدت أعضاء الرئاسي المقترح وموظفيه، مضيفا أن المجلس لم يراعي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن أعضاء المجلس الرئاسي قد بدأوا بصرف الأموال الطائلة من قبل توليهم السلطة في البلاد. Thank you.
قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الخميس أن المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة لا يملك خطوة واضحة لمنع تدفق المهاجرين من ليبيا إلى سواحل أوروبا. وكالة رويترز نقلت عن المسؤولين الأوروبيين قولهم أن الاتحاد لا يمكنه دخول المياه الإقليمية الليبية دون تفويض من مجلس الأمن، وهو ما لن توافق روسيا على منحه على الأرجح. قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية أن هدف الاتحاد الأوروبي أن يؤدي الليبيون العمل المطلوب في المياه الإقليمية الليبية وليس أن يتواجد الأوروبيون فيها حسب قولها. نشد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي كافة الأطراف الليبية المتنازعة للجلوس على طاولة حوار للوصول لتسوية سياسية. السلمي في كلمة لا ألقاها أمام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي أضاف أنه لابد للأطراف الليبية أن تحافظ على وحدة ليبيا وتضمن سلامة أراضيها. رحب الدكتور مشعل السلمي بالجهود العربية والجهود التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لحل الأزمة. هذا وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر أن اتفاق الصخيرات قد عرف شيئا من الانسداد وما يستدعي القائمين عليه للنظر فيه مرة ثانية. كوبلر في تصريح لا عقب لقائه بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي عبد القادر مساهل بالجزائر شدد على رفض التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية مثمنا كل الجهود الداعية إلى السلم والحوار. وأشار كوبلر إلى أن الليبيين هم الوحيدون الكفيلون بتقرير مستقبلهم، أن مهمة البعثة الأممية تتمثل في جمع الفرقاء على طاولة حوار واحدة. كشفت الخارجية السودانية عن زيارة مرتقبة الأحد المقبل للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بعاصمة الخرطوم لبحث جهود حل الأزمة الليبية. المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر قال في بيان صحفي أمس الخميس أن المبعوث الأممي إلى ليبيا سيلتقي وزير الخارجية السوداني وعددا من المسؤولين في الدولة بهدف بحث الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية ودول الجوار الليبي من أجل التقريب بين الفرقاء الليبيين. أضاف خضر أن كوبلر سيناقش مع الجانب السوداني جهود الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وآلية وزراء خارجية الدول جوار ليبيا لحل الأزمة. مشاهدينا النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل. انطلاق مهرجان ترهون الثاني للتراث الشعبي بمنتزع عين الشرشرة السياحي. أن يتأخروا قليلا ويتأملوا في المشهد وأن يعطوا لأبنائهم فرصة، لا يكونوا عونا للشيطان على أبنائهم. لكن نحن لا نملك هذا، لا نملك أن نتحكم في أفعال الناس. نحن نلوم أنفسنا، في أن سمحنا لأمثال هؤلاء في أن يتحكموا. نحن نعلم أن هناك فئات قليلة جدا تحمل فكرة التكفير، وهذا الفكر الغالي. بحث أصوات أهل الخير وبحث أصوات أهل العلم في التحذير من الغلو والتحذير من التكفير. بفضل الله جل وعلا لا يزايد علينا أحد. أسير، هل يسمح لأسير حرب أن يتقلد أعلى منصب في الجيش الليبي؟ الآن رأينا أن أول ما أعلنت حرب الكرامة وما يسمى بحرب الكرامة أعلنها حفتر وليست له أي صفة شرعية في الجيش الليبي أو في الدولة الليبية، ومع ذلك يسوقونه اليوم على أنه القائد الأعلى للجيش الليبي ويطلبون من الليبيين أن يأتلوا. الذين ينفرون من الجماعة الإسلامية المقاتلة ومن الإخوان ومن فلان ومن فلان ثم نراهم يقاتلون مع هذا الظالم في بنغازي.
قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. قالت السفيرة الأمريكية السابقة في ليبيا ديبورا جونز في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أن الأزمة في ليبيا ليست بين إسلاميين وعلمانيين، ولكنها ثورة وثورة مضادة، فالصراع يجري بين جماعة تؤمن بالديمقراطية والإسلاميون جزء منها وأخرى تريد الدكتاتورية حسب قولها. وأكدت أن من حارب ما يسمى تنظيم الدولة من درنا وصبراتا ومصراتا هم أنفسهم من طلب المساعدة من المجتمع الدولي، وهم من يتهمون بأنهم إسلاميون. أما عن حفتر فقالت السفيرة الأمريكية أنه زاد الوضع تعقيدا بتحالفه مع بعض الميليشيات الدينية وتهريبه لما يسمى تنظيم الدولة من بنغازي ودرنا، مؤكدة على أنه لا يسيطر على أكثر من 12% من ليبيا، مؤكدة على أن الصراع في البلاد لأجل المال فقط، ضحة علاقة أحمد قذافي الدم بالإرهابيين في ليبيا وفق تعبيرها. دعت صحيفة جورنال الإيطالية إلى رفع التجميد عن الأموال الليبية في إيطاليا ومالطا وبريطانيا، وذلك لتمويل نشاطاتها للحد من الهجرة المنطلقة من ليبيا. الأموال الليبية المجمدة تقدر بنحو 67 مليار دولار، وهو ما يمكن إيطاليا أن تتصرف في 2.5 مليار موضوعة على هيئة سندات اشترتها ليبيا سابقا تتركز في قطاعي الاتصالات والطاقة والبنى التحتية. الصحيفة أوضحت أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي المقترح يتردد في التحكم في عمليات تهريب البشر والسيطرة عليها التي تدر أرباحا تقدر ب 300 مليون يورو، يقابلها مطالبة السراج بمساعدات من إيطاليا تقدر ب 800 مليون يورو. كشف تقرير تحليلي عده موقع بزنس انسايدر الاخباري الامريكي عن محاولات صناع القرار في واشنطن لحث الولايات المتحده على اتخاذ خطوات جديه بشان تنامي تاثير روسيا في ليبيا. التقرير اوضح مطالبه عضوي مجلس الشيوخ عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي بوب كورك وكاردن الاداره الامريكيه بانخراط واشنطن في شؤون ليبيا بعد توافر معلومات عن تحركات روسية في ليبيا. مصادر من داخل الأوساط الأمريكية قالت إن القيادة الأمريكية لديها معلومات عن الدور الروسي في ليبيا، وأكده قائد القوات الأمريكية في إفريقيا توماس وولدهاوسر. اتهم المستشار السياسي السابق بحكومة الإنقاذ الوطني محمد عمر حسين المخابرات الإيطالية بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج. حسين في حديث خاص لوكالة قدس بريس اعتبر أن تجسس الإيطاليين على شخصيات سياسية ليبية يعد دليلا ملموسا على عدم ثقتهم بهم، محتملا أن تطرأ تغيرات جذرية باتفاق السخيرات. وفي سياق مختلف قال مستشار الحكومة أن جوهر المبادرات السياسية للحل السياسي الليبي تلخصت في تعديل المادة 8 بما يسمح لمجرم الحرب خليفة حفتر بالدخول إلى العاصمة طرابلس ليس إلا، وهو ما اجتمعت عليه دول مثل تونس ومصر والجزائر على حد قوله. تحصلت قناة التناصح على صور لقرارين صادرين من وزارة الخارجية بحكومة البعثة الأممية. يحمل القرار الأول رقم 311 لتعيين تهاني نجم النكوع بالملحقية العسكرية في مصر، وحمل القرار رقم 312 لتعيين المعتز بالله نجم النكوع بالملحقية العسكرية بالولايات المتحدة. القراران يحملان توقيع وزير الخارجية المفوض بحكومة البعثة محمد سيالة، ويخصان أبناء رئيس ما يسمى الحرس الرئاسي نجم النكوع الذي كلف من قبل الرئاسي المقترح. أشاروا إلى أن أبناء نجم النكوع لا يحملان أي رتب عسكرية حسب نص القرارين، والذي
واللذان صدرا بموجب تعليمات وزير الدفاع المفوض المهدي البرغتي شأن ندب ضباط وموظفين عسكريين للعمل بالخارج. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن الدولة الليبية قد تفككت بعد دخول الرئاسي المقترح، مضيفا أن الرئاسي أصبح جزءا من المشكلة وليس حلا لها. رئيس المؤسسة في كلمة الله على هامش قمة النفط الدولية المنعقدة في العاصمة الفرنسية اتهم المجلس الرئاسي المقترح بالسعي للسيطرة على الصفقات النفطية من المؤسسة، منتقدا قرر رئيس المجلس بشأن إعادة توزيع التخصصات بين مؤسسة النفط ورئاسة الوزراء. اعتبر مصطفى صنع الله قرار الرئاسي إسهاما في الزيادة من حدة الخلافات السياسية وتأثيرا سلبيا على دور المؤسسة الذي وصفه بالمتماسك في ظل ما تشهده البلاد من انقسام حسب قوله. العالمية وشركة المؤسسة على رأسها شركة توتال، وأنا في شركة توتال شركة يعني لها خبرة طويلة في ليبيا، وهي مشاركة المؤسسة النفط في حقل الجوف البحري، أيضا حقل مبروك، ولديه أيضا مشاركة أخرى في حقل. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد المهاجرين الموجودين في ليبيا والذين تم إحصاؤهم خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 381,463 مهاجرا. أضافت المنظمة في تقرير لها أن المهاجرين الموجودين في ليبيا يشتملون على 38 جنسية مختلفة، موضحة أن المناطق التي تستضيف أكبر الأعداد من المهاجرين هي مصراتة وطرابلس وتليهما سبها. المنظمة أشارت إلى أن حوادث توتر متعددة وقعت بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة في 17% من بلديات ليبيا، بينما في 33% من البلديات كان للمهاجرين أثر إيجابي على سوق العمل المحلي. تمكن جهاز الحرس البلدي في مدينة غريان من حيلولة وصول أغذية فاسدة إلى المواطنين في المدينة، وذلك بعد ضبط مواد غذائية في حالة عفنة ومزرية التي كانت معروضة للبيع في عدد من المحال. جهاز الحرس البلدي حال المضبوطات إلى مخازن البلدية لإتلافها بإذن الجهاز الذي ينفذ بصورة مستمرة دوريات تفتيشية. أكد جهاز الحرس البلدي غريان مصادرته 500 قطعة مختلفة النوعية، وعليه تم سحب مستندات أصحاب هذه المحال، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم في حملة يقول المجلس البلدي إنها مبدئية في مسعى لطمأنة المواطنين على الغذاء الذي يدفعون ثمنه ويتناولونه. أعلنت مديرية أمن باطن الجبل تضامنها مع لجنة أزمة الوقود والغاز لبسط الأمن والأمان في منطقتي بدر وتيجي والحد من ظاهرة التهريب، حيث وزعت المديرية كامل أفرادها وآلياتها لتنظيم حركة سير السيارات والقبض على الشاحنات والسيارات المعدة لتهريب المواشي والخضروات والوقود خارج أراضي الوطن. بدورها قالت لجنة أزمة الوقود والغاز إن رئيس ميلاد الهجرسي تلقى اتصالات مكثفة من الجانب التونسي ومن بعض الأطراف الليبية طلب خلالها المتصلون بفتح عمليات التهريب. وأعلنت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأربعاء أن الهجرسي أكد للمتصلين أن التواصل يتم مع الجهات الرسمية وأن اللجنة مفوضة بهذه العمليات قبل الشعب الليبي، مؤكدة أن فتح عمليات التهريب قد طويت صفحته لحظة انطلاق عملية عاصفة المتوسط. وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز أعلنت الاثنين الماضي عن حجز ومصادرة جميع السيارات المعدة لتهريب الوقود والسلع الغذائية عبر منفذ رأس جدير الحدودي. ضبطت لجنة الوقود والغاز الجمعة محاولة تهريب في نالوت من قبل مهرب وقود للعبور للجانب التونسي، حيث تمت ملاحقة الشاحنة واستهداف إطارها بإطلاق النار ومن ثم القبض على السائق. يشار إلى أن الجنوب التونسي يشهد توقف الحياة العملية ونفاذ الوقود الليبي.
أعلنت شركة البريغا لتسويق النفط في احتفالية أقيمت الخميس بمقر الشركة بالنوفلجيين عن تأسيس صندوق للتأمين الصحي للعاملين بالشركة، والذي تم اعتماد نظامه الأساسي من قبل هيئة الإشراف على التأمين الصحي. رئيس شركة البريغا بالوكالة فؤاد بالرحيم أعرب في كلمة الله عن حرص الشركة في تقديم الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، والذي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لسنة 17 و2000 بالشركة. مدير عام هيئة الإشراف على التأمين فتحي ونيس أكد بدوره أن إنشاء الصندوق هو فكرة سباقة للشركة، وسيكون لها جزء من نجاح الصناديق في ليبيا لما نجح هذا الصندوق، داعيا العاملين إلى دعم الصندوق واستخدامه بمسؤولية لضمان نجاحه واستمراريته. فكرة وفعلا بادرة شركة بريغا سوق النفط زي ما قلنا على أساس أن هي تقدم خدمات لعامليها وفقا لصحيح القانون، وهي تعتبر مبادرة من إدارة الشركة في الحرص على الاهتمام بالعاملين ورعايتهم الاجتماعية هم وعوائلهم. أعتقد أن هذه الفكرة فكرة سباقة للشركة، وحتكون الشركة جزء من نجاح الصناديق في ليبيا. إذا ما نجح هذا الصندوق حتكون بادرة طيبة للكل، حيستفيد منها الكل. أنا أدعو مستخدمي الشركة. انطلقت بمنتزه عين الشرشار السياحي بمدينة ترهونة فعاليات مهرجان ترهونة الثاني للتراث الشعبي، والذي ينظمه المجلس البلدي بالمدينة. ويأتي المهرجان تحت شعار ترهونة تجمعنا، حيث أقيم بهذه المناسبة حفل افتتاح حضره وفد من وزارة الحكم المحلي وعميد وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة وعدد من المسؤولين بالبلدية وعدد من الأهالي والزوار. ويستمر المهرجان حتى يوم السبت، ويشارك فيه أكثر من 50 منظمة وجمعية من أكثر من 30 بلدية من مختلف أنحاء البلاد. سمان وقردين وقنبر وحبار وجزائر تولي كما كنت يا زهار غزول تنور ورود. المهرجان مهرجان رائع جدا، وهو بدل على الأفكار الحضارية اللي بدها تجمع الشعب الليبي مع بعضه. وأنا سعيد جدا أنه أكون هون، لأنه حاسس أنه الشعب الليبي هو شعب واحد وشيء رائع. حقيقة نحن اليوم زرنا المهرجان في مدينة ترهونة، وكان لنا الشرف المشاركة، والحياة فرصة عظيمة ومجهود عظيم لمدينة ترهونة اللي عم تلم كل الليبيين، ليس فقط أبناء مدينة ترهونة، مدينة آمنة وشامخة بأبنائها، وإن شاء الله ليبيا كلها تزدهر ويكون أمان لأهلها بوجود الناس الطيبين أمثال أهالي ترهونة. وشكرا كثير لكم ولقناتكم العظيمة. سلم المجلس المحلي درنة قرطاسية للمدارس والمعاهد التقنية بمناسبة بدء الامتحانات النهائية. المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشار إلى أن عملية تزويد المؤسسات التعليمية بالاحتياجات القرطاسية جاء لسد النقص وتسيير العملية التعليمية. توفي 9 أشخاص إثر حادث سير أليم تعرض له في منطقة المخيلي جنوب درنة والواقعة على الطريق الصحراوي بين مدينتي بنغازي وطبرق. هذا وشيع أهالي مدينة البيضاء ظهر الجمعة في مسجد عثمان بن عفان 6 أفراد من عائلة واحدة قضوا في ذلك الحادث، وجميعهم ينحدرون من منطقة سلنطة إحدى ضواحي مدينة البيضاء. والآن مع جولة في أحوال الطقس.
ختاما تذكير بأبرز عناوين السابعة. قتيلان وثلاثة جرحى من ميليشيات الكرامة ببنغازي وتدمير أحد معالم المدينة جراء قصف الميليشيات. مجرم الحرب حفتر يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة غير معلنة ويلتقي عددا من المسؤولين الأمريكيين. ديوان المحاسبة يكشف عن حجم فساد الرئاسي المقترح في نفقاته الطائلة ويقول بأن مصروفاته تتعدى أعضاءه وموظفيه. وتابعتم أيضا انطلاق مهرجان ترهون الثاني للتراث الشعبي بمنتزعين الشرشرة السياحي. شكرا لكم مشاهدينا على طيب وحسن المتابعة. إلى اللقاء.